بكثير من النهضة وما يقدم إلى الآن في دوري عبد اللطيف جميل. روح رياضية عالية جدا من جيبسون أوليفيرا يستحق التحية حقيقة مع تيسير الجيف. أقبلنا فريقه الآن متعادل وبالتالي تيسير الجيف كان بإمكانه أن يرمي الكرة لكن تجاوز الوقت المسموح له بإمساك الكرة في داخل منطقة الجزاء وبالتالي شوف صاحب العصا الاتحاد وشوف شوف شوف الروح الرياضية العالية جدا من جيبسون أوليفيرا يشد في حذاء زميله أعزكم الله اللي هو تيسير الدين. شوف التحية لكن الوقت والله عاد تيسير الرياضية العالية إذا أنا شفت ألعبها لكن هل راح يلعبها محمد بن سبعان؟ الله عليك الله عليك الله عليك Thank you.
inesquecível pra esse menininho, mas vai a ressalva ali. Sim. Fotografia, ele ganhou a noite, obviamente ganhou a noite, mas ele não pode invadir o campo, né? É uma criança, mas não pode.